اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدا بالعناوين. المدى الموارد المائية العراقي يستخدم خزينه للسيطرة على أزمة المياه. القدس العربي إطلاق نار على حاجز إسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. العرب اللندنية الحشد الشعبي يستبق الانتخابات وقانون التجنيد الإلزامي ويعيد المفصولين. نيويورك تايمز 20 عاما ولطخة التعذيب تبقى على جبهة أمريكا ومحمد وصلاح يشهد. الشرق الأوسط، أمريكا تطالب باكستان بعدم الاعتراف بحكومة طالبان. الغارديان، انتصار طالبان هزة أرضية ستدفع دول الخليج للبحث عن تحالفات جديدة. عربي 21، اقتحام للأقصى ومواجهات بالضفة خلال حملة الاعتقالات. انتخابات العراق ديمقراطية شكلية لتثبيت دعائم نظام مهزوز، مقال كتبه للكايد زايد العصاد. الانتخابات العراقية وفق ذات المعطيات الموجودة منذ عام 2006 تكريس لمفهوم الديمقراطية المشوهة على المجتمع الدولي، واجب تدارك هذه المعضلة قبل تفاقمها وتحولها لصداع مزمن وعملية يصعب التكهن بمخرجاتها. بعد سنين عجاف وانغلاق لأفق الحلول وانعدام الأمل برؤية دولة تمارس فيها ديمقراطية حقيقية لا شكلية وتتخذ من المواطنة كمعيار للتمايز والتفاضل بين المواطنين، دولة مؤسسات وقوى أمنية دستورية تنفذ القانون على الجميع، دولة ذات سيادة وقرار مستقل غير خاضعة لتأثير الأجندة الخارجية، بعد أن كان الحديث عن هذه الدولة خياراً غير واقعي ولا يمكن تحقيقه إطلاقاً إلا بمعجزة غير متوقعة أو شيء من هذا القبيل. وفي أكبر لحظات اليأس والخيبة اللذين تملكا المواطن العراقي آنذاك وعلى حين غرة، أتت لحظة انتفاضة تشرين لتعيد تعريف الثوابت والمتعارف عليه على صعيدي المشهدين السياسي والاجتماعي في العراق. انتفاضة شيعية المناطق وطنية المنطلق، لحظة تشرين أنتجت فراغاً سياسياً كبيراً في المشهد العراقي. فبعد أن ضربت هذه الانتفاضة شرعية نفوذ الأحزاب وأضعفت موقفها في الشارع، تركت للفاعلين في الحراك الاحتجاجي المجال لبلورة هذا الغضب الشعبي سياسياً وملء الفراغ الحاصل من خلال إنتاج أحزاب سياسية برؤية جديدة مغايرة عما هو موجود من أحزاب العوائل والشخوص الفاسدة والسياقات غير الديمقراطية التي حكمت العراق. يذكر وبحسب مراقبين أن الانتخابات العراقية تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد المواطنين المؤمنين بالتغيير عن طريق صندوق الاقتراع، وشهدت انتخابات عام 2018 النسبة الأكبر من المقاطعة الشعبية، وبلغ عدد المشاركين في تلك العملية أقل من 20% من عدد سكان العراق. الإفلاس السياسي لدى المرشح العراقي، مقال كتبه حسين صالح السبعاوي. من المحتمل أن تجرى في 10 من تشرين الأول المقبل الانتخابات البرلمانية في العراق، وهي الانتخابات السادسة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. وهناك شبه إجماع من قبل المراقبين والمتابعين للشأن العراقي أن هذه الانتخابات ستكون كسابقتها من الانتخابات الخمسة الماضية التي قطعها أغلب شعب العراق نتيجة عدم نزاهتها وغياب الأجندة الوطنية لدى الأحزاب المشاركة فيها، إضافة لمشاركة الميليشيات المسلحة فيها والتي تهدد الناخب العراقي وإلزامه بانتخاب جهة معينة دون أخرى
إضافة لاستخدام المال السياسي الفاسد في شراء الأصوات أو تسقيط المنافسين. إن الإفلاس السياسي لدى القوى والأحزاب المرشحة للانتخابات جعلها تتخبط في دعايتها الانتخابية وبدأت تمارس أقذر الأساليب، فيما بينها من شتائم وتسقيط وفضح فساد بعضهم البعض، وأقصى ما ركز عليه المرشح العراقي في برنامجه الانتخابي إن وجد هو العزف على الوتر الطائفي والعرقي والمذهبي والقبلي، متخلياً عن الهوية الوطنية الجامعة للوصول إلى قبة البرلمان. كما نجد أن المرشح يعد الجمهور بكل ما يريد، وهو يعلم جيداً بأنه عاجز عن الوفاء بوعده لهم حتى لو أصبح رئيساً للوزراء وليس نائباً في البرلمان، لكن وجه المرشح النيابي لا يتمعر من الكذب حتى لو افتضح أمره، لأنه بالأصل هو يريد الوصول للمال العام من خلال هذا الترشح حتى يبدأ بالسرقة والنهب. إن السبب الرئيس في استمرار هذه المهزلة هو الاحتلال الأمريكي والإيراني، فهم وضعوا قواعد العملية السياسية وأسسوا لها بحيث لا يمكن لأي كيان يحمل مشروعاً وطنياً وحريص على وحدة العراق من المشاركة فيها، وحتى لو سمح له بالمشاركة فسوف يستهدف ويتم تسقيطه تحت ذرائع شتى وبتهم جاهزة. بينما سمحوا لكل فاسد يعمل على تدمير العراق وتمزيقه بالمشاركة والفوز حتى لو بالتزوير، لأن الاحتلال حريص على وصول الفاسدين إلى سدة الحكم، لأن أمثال هؤلاء سيكونون في خدمته ويعملون تحت أجندته. ورغم الماكنة الإعلامية الحزبية التي تبث ليل نهار وتدعو المواطن العراقي للمشاركة، إلا أنها سوف تواجه نفس المقاطعة ولن يشارك في التصويت سوى الجمهور الحزبي ومن يستطع المرشح شراء صوته. وكالعادة تبدأ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت بالإشادة في نزاهة الانتخابات وتبارك نتائجها، لا سيما وأن الأمم المتحدة نفسها لم تعترض على أي انتخابات أجريت في العراق بما فيها انتخابات سنة 2018 والتي أحرقت خلالها أو أحرقت حتى صناديق الاقتراع وكانت مزورة بامتياز وباعتراف كيانات سياسية شاركت فيها. عمر الفرحان يكتب في موقع مركز راسام: ماكرون والدور الجديد في العراق بعد الفشل في لبنان. لم يكن العراق في سياق المسارات التي رسمت أو رسمت لفرنسا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وإلى وقت قريب، فكما هو معلوم أن النفوذ الذي خصص لها هو لبنان وسوريا وبعض دول المغرب العربي وأفريقيا. وما يثير العجب والشك أن اهتمام ماكرون المفاجئ بالعراق جاء بشكل غير اعتيادي وفي وقت حرج تتسارع فيه الأحداث المضطربة في أفغانستان ولبنان وإيران، وبعد معاداة الإدارة الفرنسية للإسلام والمسلمين وما نتج عنها من مقاطعة عالمية إسلامية وعربية للمنتوجات الفرنسية ومصالحها في المنطقة. وتعد كل هذه المؤشرات دليل على شبه تكتنف زيارة ماكرون للعراق. الفشل الفرنسي في لبنان كبير ولا يمكن تجاهله بعدما أظهر ماكرون نفسه الفارس الشجاع الذي ظهر على أنقاض تفجير مرفأ بيروت وهو يلوح بيده ويمسح على دموع الثكالى، وتعهد بمواصلة الحرب حتى تقام حكومة تلبي متطلبات الشعب اللبناني لكون فرنسا الوصية ومدير التشكيل السياسي لأي حكومة لبنانية فضلاً عن الشركاء الآخرين. وبهذا انقضى عام على تفجير المرفأ ولم تتشكل حكومة ولم يعوض الضحايا بشيء، بل إن الأوضاع تدهورت سريعاً في بيروت ومحافظاتها الأخرى حتى أصبحت من أفقر دول العالم، لا غذاء ولا دواء
والجريمة المنظمة في أعلى درجاتها. هذا الفشل ألجأ ماكرون إلى البحث عن مساحات أخرى يستخدمها للتغطية على فشله في رسم سياسة متوازنة تابعة له، وبالتالي سنحت الفرصة له بالدخول إلى العراق بعد هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وتراجع دورها في المنطقة بشكل ملحوظ رغبة منها، أو ربما لم تستطع أن تكون قادرة في حل الأزمات خارج حدودها. وعلى كل حال، فإن تقدير ماكرون وإدارته للقضية العراقية بأنها ستكون سهلة المنال وأنها ستتمكن من حلها وفق برنامج إنمائي واستثمارات والترويج للعطر الفرنسي وبهرجة شارع الشانزليزيه والأناقة والثقافة الفرنسية التي سطرت عقدا من الزيف والعداوة للعرب المسلمين ودينهم، كما أثبتته صحيفة شارل إبدو، والعنصرية المقيتة داخل أزقة باريس. ختاما، تعكس التحركات والتصريحات الماكرونية رغبة فرنسا في الاستحواذ على منطقة نفوذ عراقية تمهيدا للعب دور أكبر بالمنطقة وإعادة ترميم الصورة الفرنسية في المنطقة بعد اعتدائها على الرموز الدينية الإسلامية. وربما تتخذ المواقف الفرنسية المقبلة مسارات متعددة تجاه العراق، من تعزيز المبادلات الاقتصادية والتفاهمات حول صراعات المنطقة، خاصة أن باريس أبدت استعدادا للعمل على عودة الأمن للمنطقة وفق ترتيبات دولية وبتدخل مباشر من الاتحاد الأوروبي. بالمقابل، تمثل هذه التحركات عودة الاحتلال بصيغة أخرى من خلال تكبيل المنطقة بسلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية. لمصلحة من يستثمر الأردن سياسيا في الميليشيات العراقية؟ يتساءل مثنى عبد الله بعد أن كتب الكاتب: أعطى الأمريكيون كل فريق طائفي عراقي حصة سياسية بعد الغزو والاحتلال عام 2003، وبعد أن أخذت الطائفية ولأول مرة وظيفة في أن تكون جزءا من السياسة، نقل الطائفيون هذه الوظيفة إلى المراقد والمزارات الدينية أيضا، وأصبحت جزءا من البازار السياسي الذي به يساومون الدول الأخرى في تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية معها. قد يبرر الوفد البرلماني الأردني الزيارات التي حصلت على أن من زارهم ممثلون في البرلمان العراقي، وأن زعماء هذه الميليشيات الذين التقوا بهم هم رؤساء كتل برلمانية، وهذا صحيح، لكن يقيناً أن الأردن هو الدولة العربية الأكثر فهماً للواقع العراقي من غيرها. فهل من المعقول أن صانع القرار السياسي الأردني لا يعرف أن هذه الجماعات ليست كتلاً سياسية حقيقية؟ سؤال وجيه، أليسوا هم من يعترفون علناً بامتلاكهم الصواريخ والمسيرات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأن الأردن كان هدفاً لهم بالمسيرات، كما ألمح إلى ذلك العاهل الأردني في زيارته الأخيرة إلى واشنطن؟ إذن عندما تكون هذه الحقائق جميعها على طاولة الوفد البرلماني الأردني، فمن حق الشعب العراقي أن يسأل عن الهدف من وراء اللقاءات التي تمت مع زعماء هذه الميليشيات. وإذا كان هنالك من الأشقاء الأردنيين من يقول بضرورة التعامل بالواقعية السياسية، وإن احتواء هذه القوى يأتي من خلال تطبيع العلاقات معها، وإن إمكانية تغيير سلوكها يتأتى من إشراكها في السياسات البينية العراقية العربية وحجز حصص اقتصادية لها في المشاريع المشتركة، فهذه كلها مبررات لا معنى لها ولا يمكن أن تشكل سلوكاً سياسياً جديداً في عقل هذه المجاميع المسلحة، لأنها قوة طاردة للدولة ولا تؤمن بأن العراق دولة
وهي مجرد أذرع مسلحة تابعة لإيران التي سعت لإدخالها ضمن المنظومة السياسية كي تأخذ شرعية حكومية لها. ما يأمله الشعب العراقي ألا يكون الأردن الشقيق ملحقا طوعا أو قسرا بالمشروع الإيراني الذي يلعب بمستقبل العراق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني. ويجب أن يفهم العرب أن العراق اليوم دولة وليس دولة، حكومة لا تحكم، دستور ملغوم، ميليشيات هي القوة الأولى التي تنتمي إلى الدولة لكن مشروعها إقليمي في العراق ووسيلة لاستراتيجية إيران الكبرى، فإن خسرت خسر العراق معها وإن ربحت ربحت هي وأذرعها فقط. لذا فالمسؤولية أمام العرب تجاه العراق كبيرة. كتب سعيد الحاج في موقع عربي 21: هل ستتبادل تركيا ومصر؟ اختتمت يوم الأربعاء الماضي الجولة الاستكشافية الثانية من الحوار التركي المصري بعد يومين من المباحثات في العاصمة التركية التي زارها وفد مصري برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا بعد الجولة الأولى التي أجريت في القاهرة في آيار مايو الماضي. وقد أصدر الجانبان بيانا مشتركا قالا فيه إنهما ناقشا قضايا ثنائية فضلا عن الموضوعات الإقليمية مثل ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط. وأضاف البيان إنهما اتفقا على مواصلة تلك المشاورات وتأكيد رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات البينية. بنظرة أولية يمكن القول إن الشهور الأربعة التي فصلت بين جولتي الحوار لم تشهد اختراقاً مهماً على صعيد العلاقة بين الجانبين، كما أن مخرجات الجولة الثانية من الحوار تشي بشيء مشابه، لكن لعله من المفيد تقييم جولة الحوار بناءً على سياقها وليس فقط مخرجاتها كشيء منفصل. الطرفان قطعا طريقاً طويلة ضمت مراحل عديدة في طريق ترميم العلاقات شبه المقطوعة دبلوماسياً بينهما منذ 8 سنوات، وقد بدأت هذه الطريق ببعض الإشارات في ليبيا وشرق المتوسط، حيث صدرت أنقرة رسائل تتعلق باحترامها حساسيات الأمن القومي المصري في ليبيا، ورسمت القاهرة حدودها البحرية مع اليونان في المتوسط بما لا يضر بمصالح تركيا، ثم استمر المسار بمرحلة تجنب إضرار الطرفين ببعضهما البعض على الساحة الدولية. وفق تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو، ثم بلقاءات على مستوى جهازي المخابرات، ثم بتواصل دبلوماسي، ثم جاءت خطوة تأطير الإعلام المصري المعارض في تركيا مقابل وقف الحملات الإعلامية المصرية ضد تركيا كبادرة حسن نية من الجانبين، وربما لإظهار جديتهما في تحسين العلاقة قبل أن تأتي أخيراً جولتا الحوار في كل من القاهرة وأنقرة، وقد أتت الثانية بعد المساهمة التركية في إجلاء البعثة الدبلوماسية المصرية من كابول حسب ما أورد موقع العرب الجديد. ختاماً، في يمكن القول إن المسار القائم بين البلدين ما زال مستمراً في نفس الطريق الإيجابي، وإن أخذت كل خطوة بينهما مسافة ووقتا طويلا نسبيا. ولعل من إشارات ذلك صدور بيان مشترك للطرفين بصياغات مختلفة عما صدر في الجولة الأولى، وبالتالي يمكن توقع تعيين كل من البلدين سفيرا لدى الطرف الآخر قريبا، لكن أمر التوقيت سيكون رهنا بقضايا ملف التفاوض بينهم. في موقع عربي 21 أيضاً قرأنا مقالاً تحت عنوان: الدرس البليغ لكل الإسلاميين
العدالة والتنمية المغربي أنموذجا، كتبه عبد الرزاق مقري. لقد بدأ سقوط منهج المشاركة العقيم منذ سنوات، وهي حالة تسارع مع الأحداث المتتالية. لقد نصحت العديد من قادة حزب العدالة والتنمية ليعتقوا أنفسهم من فخ التطبيع ولو أدى بهم الحال إلى الخروج من الحكومة، وقلت لهم ما مفاده أن الانتخابات التشريعية قريبة وستكون لكم حظوة كبيرة عند الناخبين لو استقلتم من الحكومة بسبب التطبيع الذي أريد لكم أن تكونوا أنتم من يمضيه ويتصدره، وحتى إن تعرفتم للتزوير الانتخابي فستكون خسارتكم مشرفة، وأنكم إن صممتم على الفعل المشين ستدفعون الثمن غالياً في الانتخابات المقبلة بمذلة. للأسف الشديد حصل الذي خشيته، ولم ينفعهم حتى استغلال رمزية حماس الفلسطينية وقائدها المجاهد أبو العبد هنية ووفده المرموق حين استقدموهم لزيارتهم في وقت غير مناسب بالنسبة للقضية الفلسطينية، طمعاً في معالجة الأثر الشعبي السلبي على مصيرهم الانتخابي. وفي الأخير انتقمت فلسطين وخسر حزب العدالة والتنمية. قد تكون خسارة حزب العدالة والتنمية بهذا الشكل الموجع سبباً لاستفاقة الحركة الإسلامية كلها، وليس هذا الحزب فقط. هذا الحزب الذي عول عليه كثيراً في تقديم أنموذج ناجح يتسم بالديمومة والتطور المتصاعد. إن هذا الدرس البليغ درس لكل حركات المشاركة السياسية الحكومية العقيمة التي باتت تزيد في عمر الأنظمة الفاسدة الفاشلة العميلة في كل العالم العربي، من حيث أرادت هذه الحركات الإسلامية بالنسبة لبعضها ومن حيث لم ترد بالنسبة لأغلبها. لقد بدأ سقوط منهج المشاركة العقيم منذ سنوات، وهو في حالة تسارع مع الأحداث المتتالية والمتسارعة في تونس والمغرب ومن قبل في الجزائر ومن قبلها في دول المشرق العربي. ولعل خسارة العدالة والتنمية هي الصدمة التي تدفع للتفكير في الخروج نهائيا من هذا المنهج، ليتخفف الإسلاميون عن أنفسهم من ثقل مسؤولية التنازل من أجل الدولة واستقرار الوطن وتحقيق الديمقراطية كما يقولون، فلا يجعلوا لأنفسهم سقفا في الكفاح من أجل الحريات والتغيير الفعلي للواقع البائس الذي يعيشه عالمنا العربي. تظاهر المئات يوم الأحد في البرازيل ضد الرئيس جايرو بولسونارو بدعوة من حركات يمينية بعد بضعة أيام على تعبئة حاشدة دعما للرئيس اليميني المتطرف. وجرت التظاهرات في ريو دي جانيرو العاصمة البرازيلية ومدن أخرى تلبية لدعوة صدرت عن مجموعات يمينية مثل حركة البرازيل الحرة وأخرجوا إلى الشارع، هي التي ضغطت عام 2016 لإقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وتدافع اليوم عن طريق ثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2022 تحت شعار لا بولسونارو ولا لولا. نتابع معا بعض صور الكاريكاتير.
في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.